اهلا بيكم في تيتا مطبخ. النهارده هنعمل البطاطس المسلوقه بطريقه حلوه جدا، هتفرح ولادك وكمان هيشاركوكي في عمايلها وهيفرحوا بيها جدا جدا، وطعمها كان مميز فعلا. معايا بطاطس، الكميه اللي انتي محتاجاها بقى، احنا هنا مش هنقدر نلتزم بمقادير للتوابل ولا البطاطس لان بيختلف حجم البطاطس طبعا. حاطه ميه تغلي على النار، هنزل بالبطاطس فيها وهحط معاهم رشة ملح واسيبهم لما يستووا. معايا هنا بقسماط مطحون ودقيق ذرة، ممكن تستبدلي دقيق الذرة بدقيق قمح عادي بس انا بفضل دقيق الذرة. خلاص البطس اتسلقت معايا، هصفيها وهبتدي اهرسها زي ما انتم شايفين كده، مش مسلوقة مهرية عشان ما تشربش مية كتير. هرسها هرس ناعم جدا كده، خلاص بقت جاهزة معايا. هحط ملح لان احنا حاطين ملح بسيط بس في المية، وفلفل اسود وكمون وكركم، ممكن تزودي بهارات فراخ لو عايزه تديها طعم، معلقه صغيره من دقيق الذره ومعلقه صغيره بقسماط. هقلب كل ده بقى مع بعضه، مش محتاجه بقى ازود نشا ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. هلم كل الموضوع ده معايا بقى ببيضه واقلبها لحد ما تختفي وسط البطاطس. لقيت البيضة كتير على البطس اللي انت حطاها، ممكن تزودي شوية بقسماط او دقيق. معايا كيس تلاجة عادي، هفتحه كده وانزل بالبطاطس ويقلمها كده بالكيس ويأفرد. عايزة السمك بتاعها يكون تخين، ما يكونش سمك رفيع عشان اعرف اشيلها واحطها في الزيت ما تتكسرش معايا. بقطعها بقى اشكال زي ما انت بتحبي، او ما عندكيش قطاعات تستعملي كوباية صغيرة. معايا انا طبق فيه شوية دقيق، هنزل فيه الشكل اللي هعمله عشان البطاطس ما تلزقش في الشكل. معايا بقى هنا قلب ونجمة، خلي ولادك يشاركوكي فيها بيتبسطوا جدا، والحاجة اللي بيشاركوا فيها بياكلوها وبيبقوا فرحانين ان هم عملوها. زي ما انتم شايفين كده هم هيعملوا كمان معايا، على بال بقى ما الزيت يسخن. هنزل في زيت يكون سخن وبعد كده ههدي النار، هنلاقيها اتنفخت معانا واقلب على الناحية التاني. هفضل اقلب فيها عشان ما تحرقش من جنب والجنب التاني لأ. وبكده خلاص هي استوت، هطلعها كانت هشة جدا وطعمها تحفة. ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها. مع كاتشب بقى بيكون طعمها خطير جدا. ممكن تعمليها لولادك كده زي السناك، هيبقوا مبسوطين بيها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تعملي لايك وكومنت وسبسكرايب. باي باي.